ما هو الركن الثالث من أركان الإيمان؟ كإيمان صوت النوم مع النوم يمدس الإيمان بالكتب بمسحاف وشمامن. كيف نؤمن بالكتب؟ بإيمان ديتنا من الدنيا نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى نامن الدنيا الله سبحانه وتعالى نجدر نوبل تكلم الله سبحانه وتعالى بحقيقة بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا يماثل كلام الخلق الله برسول مجبب هنا النجاجر يتنجر ويهنا كفطرة النجاجر جار ما يمسحسل هنا منزلة غير مخلوقة يورد له كسوزان لجن فطور يالهنا وأن الله سبحانه وتعالى أنزل على كل رسول كتاب كل رسول أنزل عليه كتاب من الأنبياء والرسل عليهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام نعم ليان دان دون ملاك تنوج الله متعف أوردوال إيان دان دوج ملاك رسول كتاب أوردوال لا تشوال نؤمن بجميع الكتب بورده لا مصحفنا من عدن وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها الله سبحانه وتعالى سمع ترتب نجر المتحف منا من عدن القرآن قرآن عنه والتوراة توراة والإنجيل إنجيل والزبور زبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام يا إبراهيم النا يا موسى صحف متحف إن عندما سمون يقرؤون النا من البطل ونؤمن بما ورد فيها من أخبار بالنذيو تبرد وري بملنا من عندن وأن القرآن نسخ هذه الكتب لا نطالع ما فيها نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها نطالع ما في القرآن والسنة يا ها قرينا قرآن جن النجا هلا شروعات شوال النجا بمنورات شنونجي كالنجا زاري آن مر مرة أخرى مرحبا يهينا قرآن باتك علي مرة أخرى الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب نؤمن بأنها كلام الله يا الله سبحانه وتعالى نجقرنا تكلم الله سبحانه وتعالى بها بكلام يليق به سبحانه وتعالى ما مثل كلام الخلق الله سبحانه وتعالى يتنجج ربتي هنا حكيك نجقر يفطر نجقر ما يمسي منزلة غير مخلوقة وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب الله لما من يوم رسولات ليان دان باتشو بملا رسولات لي من أف أوردوال نؤمن بجميع الكتب بملا بورد ومتعفنا من أدل وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها سموات شبنا قرن متعفوات شبنا من أدل وأخبارها وريوتنا منا من عندنا وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب فلا نطالع هذه الكتب نؤمن بها لكن لا نطالع ما فيها نطالع ما ورد في الكتاب والسنة يعني اللي وردهم كل ما تعرفنا من البيت على ننجي عن مارو يعني القرآن ملا ونشروتال من مار يعني القرآن بتشانه